تمكن الكوادر الهندسية والفنية في مصنع الكندي من إنتاج كاميرات المراقبة الفيديوية لتصنيع الهياكل المعدنية والبلاستيكية لها في مكائن متخصصة في مصنع الكندي، وتم الإنتاج وتم طرح الموضوع بالأسواق المحلية وكذلك اختباره وتوزيعه على دوائر الدولة لإكمال المشاريع في هذا الموضوع. كذلك تم تفعيل نشاط المحولات الكهربائية، تصليح المحولات الكهربائية، ولدينا عقود منفذة مع وزارة الكهرباء، بطاقة إنتاجية عالية ونسب إنجاز متحققة. راديو الغد، وطن يمتد.